عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك، نشترك في القناة، قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد. وامبارح بعد طبعا تحقيق رياض محرز اهداف مع وتأسيسه الاهداف اخرى مع فريقه المان سيتي طبعا، وانتصار المان سيتي على ريال مدريد، على طول بعديها في وسط اعلام مان سيتي مرفوعة علم الجزائر اترفع، وهنا كانت النقطة الحاسمة بالنسبة لكل الناس ان علم الجزائر يترفع بره في وسط ده كله تكريما لامير الصحراء رياض محرز. وطبعا فرحة عارمة من كل الجماهير والمشجعين بعلم الجزائر، وكمان اهل الجزائر فرحوا جدا 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 لرفع علم بلادهم بره في خارج الدول العربية، يعني في الدول مكررش وما بنشوفوش الا مع الامير الصحراء رياض محرز وفخر العرب محمد صلاح. هم دول فعلا بيرفعوا اعلام بلادهم في الدول الاوروبية، في فوزهم، في لما بيجيبوا جوان بيحققوا اهداف، ففعلا بيرفعوا من قيمة الدول العربية. وبنبقى عارفين ان الدول العربية زي ما بيقولوا كده ولادة بالناس الكويسة الجميلة اللي كلها خير وذكاء وشطارة، وياريت بس ما نشوفش ده في الكورة، نشوفه في كل المجالات يا رب العالمين، ويكتر من الأمثلة دي يا رب، ويجعل أولادنا من الصالحين اللي يرفعوا كل واحد رايد بلده يا رب العالمين. شوف حضراتكم على ألف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.